اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين به يقلق العالم ويخيفه. لكن ماذا عن اليمن؟ البلد الفقير الغارق منذ سنوات في مستنقعات الحرب والجوع والمرض. هنا في مدينة المكلا بحضرموت كبرى محافظات البلاد، لم يعلن حتى هذه اللحظة عن أي ظهور للوباء، لكن مظاهر الخوف من حدوث ذلك تبدو حاضرة في المشهد، وهذا ما تعكسه الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطات المحلية. فما إن هبطت هذه الطائرة بمطار المدينة قادمة من القاهرة حتى أخضع جميع ركابها للفحص الطبي الحراري كتدبير وقائي لتفادي أي انتقال لفيروس كورونا. هناك عدة إجراءات تتم من قبل العديد من الدول، اللي هو الحجر الصحي، لكن هذا الإجراء لم يتم في الجمهورية اليمنية، وكل الوافدين تعطى لهم مجموعة من الإجراءات واعتبروه حجر منزلي. نحن في مطار ريان كان عندنا فكرة مع الأخ المحافظ مع لجنة مكافحة الأوبئة على أساس أنه يتم حجر الوافدين من جمهورية مصر العربية من خلال استئجار بعض الأماكن وفنادق وتقديم لهم خدمات كاملة. لكن الإشكالية اللي حاصلة أي شيء أن هناك كثير من الوافدين أتوا من بعض المنافذ من أبناء حضرموت الساحل، وأقولها لك صراحة، أتوا عبر مطار سيون ولم يتم الحجر عليهم. فموضوع أنك تحجر على فئة وتترك الفئة الأخرى غير مجدية وغير نافعة. فأعطينا لهؤلاء الناس مجموعة من الإرشادات وفهمناهم أن يكون هناك حجر منزلي، يحافظوا على أنفسهم، يحافظوا على أولادهم وأطفالهم، وأيضا يحافظوا على المجتمع بشكل عام، وفرقنا سوف تصلهم. عمليات الاحتراز شملت أيضا ميناء المكلا بعد أن بدأت سلطاته بفرض تدابير مشددة تمنع بموجبها السفن التجارية والنفطية من الوصول إلى حوض الميناء البحري، إلا بعد أن يتم تطبيق كافة الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة الوباء بالمحافظة. لدينا إجراءات أمنية خاصة بمنع من البحارة من النزول إلى الأرصفة، فالسفينة أول ما توصل في المخطاف يصعد إليها الطاقم المختص ويقوم فحص البحارة. طبعا نطلب منهم وثائق آخر 10 سفن 10 مواني مرت بها لتحديد مناطق الإصابة والمناطق الموبوءة مشان تحدد وضع السفينة، هم يحددوا وضع السفينة على هذا الأساس. ومع كل هذه التدابير تتواصل أعمال استكمال تجهيز مركز للمعالجة بداخل هيئة مستشفى ابن سينا للتعامل مع أي حالة يتم اكتشافها أو حتى الاشتباه بإصابتها بالفيروس. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.